ايه اللي هستفاده يعني؟ هتفضل تقربع مشاريب بدل ما تموت من الجوع. مش كفايه حرمه البيت 5%؟ مش كفايه يا ابني حرمه البيت 10%؟ حرمه البيت. احنا فتحنا بالدهاره دي قهوه عادي قهوه. المشاريب و15%. ما تطمعش يا عم توفيق الدقن. اخري كده خلاص 20% عندي. شفت حبيبي ده؟ تعالى تعالى ده سعد ابويا. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل يا حاج. بحبك قوي. هو انا بحبه قوي والله. اهلا اهلا. عامل ايه يا حاج غالي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. والله وحشنا. ربنا يبارك لك. ربنا يخليك. هيطلب بقى. ايوه جاي. ايوه ايوه جاي اهو. هات لنا يا ابني 3 فروض صلاه. ايه ايه فروت يا بلد ده يا بابا؟ هي مبدئيا حشره بس هنعمل ايه بقى؟ شفت القفه اللي جابها الواد سعدون؟ دي هتمسكها في المطبخ وتخرط اللي جواها وتحطه على بعضه. هو ده البلاط. تمام. يلا بسرعه. وبالمره 3 كوكتيل. السهره تحلى. لا ما انت كده هيجي لك اسهال وهيتبهدلنا. خفيف خفيف. هو اللي جاب القديم عشان نجيب الجديد. يا سعيد انت هتبوق. ما هو كله بينزل سطر واحد في الاخر يا سعيد. ماشي ماشي لما نشوف عم كرم. يلا روح. 3 كوكتيل و3 فروت يا بلد. يلا بقى يلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حاج غالي. اهلا والله منورنا. نورك حبيب حبيبي كرم. بحبك ابويا والله. انا بموت فيه والله. نلعب طاوله؟ لا مش عايز العب طاوله. دومنه؟ لا ولا دومنه. نطير طيارات؟ يا ريت. في طيارات؟ في بس جوه. ماشي. لا ما ينفعش الكلام ده يا كرم. احنا جايين نتكلم. استنى استنى. ايه في ايه؟ انت هتضيعنا عشان اقول لك بيحبك. وربنا لو ما بيحبكش ما كانش لحم. تمام. احنا كده جايين نتهزى في بيتك يا كرم. عيب بقى. والله ما ينفع كده. والله بيحبك. ده احنا ما صدقنا خدنا على بعض لسه. سارة تقدر بحبك قوي والله. هو بابا كده متعود يلعب في الضيوف عشان خاطرك. عشان خاطرك كرم بقى. خلاص حاضر يا عم كرم حاضر. سامحني سامحني يا ابني. معلش راجل كبير. معلش. بيمشي وهو نايم. عشان خاطرك بس يا عم كرم والله. احمله زي ابوه. حاضر. هو الحاج كان عجلاتي؟ بيحبك ولا ما بيحبكش؟ والله العظيم انا مش عارف اقول له ايه والله. كتر خير ولا اي حاجه. اقول له شكرا. بقول لك ايه يا حاج غالي؟ ما تجيب ميه وصابون وتشوف بيت الاخرام وتحلمه. في حته يا كرم مش مريحاني. ايه يابا؟ والله اتهزقنا يا كرم والله. استنى انت ناوي تبوظ نفسك يعني؟ انت كده هتبقى على الارض يا ابني. قوم كده. لا يرضى عليك يا حاج غالي. قبل ما امشي والنبي انفخني على 32 عشان المطبات. انت راضي عن نفسك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا يلا الحمد لله الحمد لله. هو هيفضل يفس فيا انا بس؟ يا سيدي عشان ما تزعلش اهو. لا يا اسطى انا طيبلس. ارتحت؟ خلاص خلاص. انت شايل عني. ماشي ماشي. انت لو فس كده هيفسيني انا. عشان خاطرك يا كرم والله. انت حبيبي والله. انا بحب والله. ده بيلعب في الضيوف ده بيحبك. لا والله ده بيلعب في البلتكنات اللي في الصاله فوق. يلا الحمد لله. والله بيحبك. والله انا بحبه والله. بس انا مش مبسوط والله. ليه؟ يعني مش حاسس ان انا قاعد على قهوه. اللي عايز اقوله انا عايز دوشه كده هيصه اغاني. هنشغل لك الاغاني يا ريت بس كده. والله هنبسطك. تمام. شوف بقى البت دي حدوته. تمام. كله بالاز. ايه؟ كله بالاز. تمام. انا عايز اسمع بقى. حرمنا من انسك ليه؟ ماشي يلا. ولا
مليون. انا سمعت بس ما قدرتش اتكلم. 100 عديناها، 200 بدأت الذبحة، مش عايزة تموتني؟ مليون؟ هو واحد بس اللي انت عايزه. حرمنا من انسك ليه بس والله؟ كده؟ اه والله. يلا حفظها؟ يلا قول. ولا واحد ولا واحد ولا واحد ولا واحد واحد ولا واحد 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 تعادل يعني. الحمد لله. ايه رأيك حلوة؟ لا نعيدها لك؟ اه قمر قمر جدو. ايه يا حبيبي؟ ممكن واحدة؟ واحدة ايه يا حبيبي؟ الله، ايه ده يا كرم؟ ده بابا والعيال بيلعبوا في الضيوف. ما هو ده اللي انا كنت مخبيه عنك. اصل هي طالعه لجدها قوي. والله والله. تمام تمام. ما شفت البنت المجنونه عملت ايه ومشيت؟ شفت الخبره؟ الضيوف كانت هتتلج. طبعا انا عارف انا عارف. ابيض. لا. شفت بقى ان هو بيحبك؟ انا عارف، انا بموت فيه والله. لحمه. انا عارف والله. والله كنت هتصف. مفيش شحاتين في القهوه دي. بس كده؟ ده احنا علينا. شارع لا اله الا الله. بص الواد الشحات اللي جاي ده، يا عيني بص بجامته محروقه ازاي يا عيني. هجني ونص يا عمو، هجني ونص. ربنا يسهلك. والنبي بليز ارجو I beg you, come if you want to be. ايه الشحات المتعلم ده؟ لا مفيش حاجة ابوها عايزة. انت بتقول له ايه؟ اطلب 10 جنيه، جنيه ونص. اه هات 10 جنيه يا عمو وهات جنيه ونص برضه. برضه؟ ايه يا عم الشحاتين دي؟ الواد غلبان. ده بص عنده حالة نفسية في بقه. بص اديله، حرام عليك اديله. اديله 10 جنيه وجنيه. هات جنيه ونص. لا لا الا الله، سيب عليا. اديله 10 جنيه واديله اديله. ياه ربنا يخليك يا عمو يا رب. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب ويخليك. ولد! يا اقسم بالله العظيم الحركة دي مغرية جدا. واقسم بالله العظيم هنفخك فوق. يا منور عيال غلابه والله. مفيش كده والله. يا عيني بص الواد ده غلبان غلب. يا لا لا الا الله. غلبان قوي قوي والله العظيم. انا مش شحات. شوف الاسلوب ده. محامي. اه محامي من طنطا وفلوسه وقعت. معلش معلش. ايوه ايوه معلش. كل يوم عندنا والله. كل يوم يجي هنا وفلوسه تقع. يلا يلا مش وري له كارنيه، وري له كارنيه. والله العظيم انا مش شحات. والله العظيم انا مش عايز فلوس. امال عايز ايه؟ عايز كفايه سخن بقى، خد ساقع. وحياة والدك اقفل الكولدير عشان ما رقدش وانا ماشي. مش عاوز نسكافيه بلاك. راضي على اللي بيحصل؟ وربنا ما راضي. الحمد لله. قلنا عيب. الحمد لله. والله العظيم بيحبوك. بس والله العظيم انتوا عيلة خيالكوا شاسع. جدا. والله شاسع قوي. والله مجانين كلنا. والله العظيم. في اوبشن تاني انتوا مش واخدين بالكم ايه منه. ايه انا بحب الحاجات دي قوي. دوس هنا. ماما. الو. لو ايوه ايوه يا عم. المنطقه اتسفلتت. ايوه عم هادي دخل. يا شاهد اللي حصل. بس بيحبوك. هما قالوا ندخل. انت جد اصلك قوي. يجي كتير تخش تسفلت البركان. المشكله مأكد عليها قبل ما اخش. الحمد لله. الحمد لله. لا خد راحتك، ما انت خرج الاكشن.
العظيم يا سنة سودة يا سواني.